اف برنامه به سپانسری کارگاه و شیرین‌های مردین دهه تا پیشکش کردن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بله بینر نجا صلاح خود سر هببن خوشحال انجا را کادی دیمار کادی ام گهشتی نفعیک و چند ما مستان دین آینیش برنامه هوا برنامه روناهی جبو پیش کش کرنا بابت که دی یه گیر دای رمضان و آین پیروز اسلام و همیه او بابت افریکشی ام وی جلسه هنه بحث که اینه که خود حس کرده بابت که گله گله که گرنگ و مهم بید بابت مالیه، بابت زنگینی و فقیریه، بابت هنده یه چاکیه بوی مالی بوی انتحانه هنه کجا و تدیده چه ها دیپه چه به حشت و چه ها دیپه پیلاک جی چه اما زانین اف خود دعاله وکی عبد چه کرین چه هم بیجین اللهی فی خلقه شعون اوه زنگین کری و اوه فقیر کری و اوه هنه جی حالویش قایده لی کری لی هندک جارا اف زنگینی هنه ول هندک آد کد حتی مروفت بسرمان جی جی بلی کسنا بیجین مروفت اوید بیدین مسرمان جی بس یه دیرش طاعت خود دعاله لو ما اثر کده هادی مجاهد خودی جرازی بید بجیتن بجیت روژا قیامت ایکش کسه که ده اینن که اوجی کسه که زنگینه دی بجنی ما یم نعو که من عبادتی چه تشتی ول تکر که تا عبدی نیام نکی دی بجت را بی صلی تا علی مالی اف مال هنه ول مکر مگلک محل هبون گلک عامل هبون حساباتا و حتی چون مفی ول حاصل حتی رمضان جدانی تشتکی ناکش بر مالی فرسک را بوهاتی پتر خلکی تشتاد کریتن یه پیو مجیل بوین بجند سلیمان علیه السلام اینن دی بجند کار ما تو زنگین تر بوین آن اوه دی بجند بل ها دا یاربی اوه زنگین تر بو گلک دی بجند اوه هنه ولی نهاتی ها که او دیر کفیتن استاعت من يعني وكي نظري فإن هذا لم يمنعه عن عبدني أبي ولنا كده كوش عبادتي من دير كفيتم بوش تو تهندك تجارات هبون تولي كر حتى تبيفا مجيبو تشخير وخيرات وصداقات وباشي بينا كرن فأف مالا هنجي راستي أمناها في جيني نخير مال تشتاكي باشا دي بي قلق جارة هاري كاريا خلقي كي دي بي كد بيجن خوها شرمي دي بيجي خلاص بيختتت بيجي ايكي تشتاكي بدامن اليد العليا وقت تدخل كي خير من اليد السفلى قلت شينا بخازي في مالا هني كي بيتشتا حاجة عمري صداقاتا مزقفتا بيعوات كي تقلق تشتي فأفهم بسيارة خد حسكت هميا كفضل مالي وخرابية مالي فقيرية ونفقيرية دي جوان ما مستند خوين عزيز كي ما مستند هنقلق قلق بخير هاتن سر جوان
ما مسلمه ما میکروفون یافته سر درباره وی مالی و فخر و زنگینه که تو چود بیش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله اگر مرو فزره خوب گد سحکت اصل وی مالی و که رب العالمی بوم دیار گد کاشکی و تهید دزانید پشتینگی کاشکی و جی صارف گد یا ایوها الذین امنوا انفقوا مما رزقناکم یعنی او تشتک بول دف رب العالمینی ملکی بیه بس یدایته و جشوی تشتی دایته انفقو مما رزقناکم هنجی وی تشتی بنفقین بو چونکه اف مال الدنیا بو کرین و فرود نبکارتت و ججبر هندی گوت من قبل ای اتی یوم لا بیع فيه ولا خلت ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون جبر روجا که دب سر هبداهت و روجا اف مال تو نو که تبشتا خوب بگیرم گیری فایده تناگت کرین و فرود نتدانی نه تو نشید خیرت کسب کری کسی طماعی مالی و روجا نی نه جبر هندی يعني بري مرو في داتهن دي اولا مصدري بمالي بوتا ديارت كات انفقوا مما رزقناكم افا رزقي خدت على يداتا نيتا بخويا راستا ياخو زحمت داي راستا شو لكي بوكري بلي اجر رب العالمين في ابا سروي زحمتا تبريجي دو او مالا نداتا بالعكس عندك داتيجي بس رب العالمين دارسين شدت باش تنقي دكان اوي صوت اجر بربوي اكي بوريتو ديزين افا دايش في جات بيجتن اف مالي مداتا بنفقينا بوشي بري رجاك سرت بهت اف مالي تو بشتخو بيجرمت كي هندتو حاجت كي وانه لحب الخير لا شديد تو هند حاجت كي فايدة اناكت شو مفاينة جي هندتا دو او رو بارا بو تبمينيت بو قيامتي بخفريكا بشو تشتي بنفقينا تريكا خود تعالى دا دفاقيركي مزقفتكي بيوفاكا محتاجيوكي بيبقتنا والى اخره دس خوش ما مستمر عليه بجن پیغمبر خود صلوات خود سب جاره که رنشتی بول دیوانه که یکی عربی فقیر هات که سر و سیماوید زانی اوه مروه که فقیره چوینینه چو سکیر چهت نبو پرانتا خوره تون جه که بو پرخ زنگی نکیوه رابو چو پرخی ونشتا خوره زنگی نیب چه که خدا باش عبا که خوراکه پیغمبر خود صلوات سلم گوته باشه تو ترسیش فقیریوی بو تبید یان جو تو ترس اندکش مولاته بو بچید یان تپیس کت حتی دو ماهی اوی گوید آ رسول الله با عقوبان بووی نیوکا مالیم بووی گوید فقیر تو چید بجی گوید نخیر منویتن نکه جاره که اجیشتی بی خرور ببم مقیاس خلکی بی گاوی ما تو چند دیت اینی تا چند تا تا هند دیت اینی بی گاوی واد بجن اما تو با هند ای که تا چند تا اوید پاره هایی مثلا گلک خامازند کن و گلک یعنی تو بینی فرقیه کن نبین حتی همیشه تو ساینه هکی که زنگین بی تازیوی ام هم میشم چینه یعنی آن مناسبات که بید ام همیل بردارو کیوی ای باشه ما افقیر هنیجی یعنی ما نمرو و ما آیا میزان خودی بو سحکرنا عبداش سر چه تشتی از سر بی مالی های الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا محمد و على آله و صحبه و سلم اجمعین اما بعد سیدا میزان خود تعالی بو دیتنا انسانا نبی شویه نبی شکلیه و کی رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان الله لا ينظر الى اموالكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رب العالمين صحتكتا نصحكتا ديمانيتا كاتو چند دريجي چند بلندي چند جاني چند كريتي انتو چند زنگيني نا صحتكتا دلتا چتدا وعملتا چوا بجا ام ميزان ما خلتا ام درستايتي نا گشتينش برهنده برهنده كي ام صحكين بزفر صحكين مال اولا رب العالمين وكيد حديثا كده في مصحف رب العالمين بيشتن ان انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه مال اوا قوامت دنیای جان به پرچیتن ج برهند مال دنیای اما د بوته بیت ریکک بو بهشت راضیونه خو تعالی اما د بوته بیت ریکک بو شونه جهنم عیاض بالله وطن گوی ترجا قیمته هندی که مال سیدا بل امر فزر خو وان دب کت اوید بری مرو چون زنگین و کی قارونی خو تعالی بحث کتن بش اتیناه من الكنوز ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبه اولي القوه بس چون کوب حق مالی نرابو و بدر سایت مالی نگهش بکن مال چه داشته رب العالمینی عردید ابر خور مالی چند هوا سیدا سیدا کو رب العالمین بشنو و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتیحه لا تنوء بأول العصبة والقوة يعني خدان عضلات کلیل رات کلیل خزیبی بس کلیل یعنی نمال بس کلیل نمال هکام بین سه کنی از زمان هارون رشیدی کو زمانی معروفه بین العصر الذهبی کد وقتی ویده ولی هات بودام زیرین و مملكته وي حتى قلت خطاب قال عوري وقت عور وصل شي عور وقت تشو سر مملكه دويرا هندي برفره ابو اودي اسلامي دو بشت عوري ان شئت امطري فسوف يحمل الي خراجك هكذا بيت التكير بيت بورانا خو بينا هر برهمه دي بردست من يعني هن زنگي بس وقت كي دي سكرات هذا قلت قبل دور برخو كم بنا سر قبري او دي مصبايت دا فشرن شو سر قبري بغداد قبري خو وبهزرا خود مال خود اكر قوات خود اكر بغداد رب العالمين قلت يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه اي ملكي يجسينشت
رحمي في باي ملكي وجزاست شوي يعني هر نومينت ما أغنى عني مالي هلك عني سلطان يعني مال نومينت إذا أف مروف الدولة ما أنت رب العالمين دستي فره كري بلا استغلال كت شنكو مال هكو بيجن نا ملكي كسيا خود تعالى وقت بحث كت كوب جدا فقيرة بشتي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم مال خديه بس توي ابتلاء كري ونوا حشتت كتو ويدي فقير كحاجنا كده رب العالمين بشتم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما أنشيا كفقير كبشتم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا نوصى اذا فيت ام تبجهين مولتش پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتن لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع كاسك بينغوفك العرصات قيامه نوبيتن حتى بسياره تشور بسياره جدا لكن ابو خديجه بسياره جدا بس السركيه فا ايش وانو ايش وان هر تشور بسياره پیغمبر صلى الله عليه وسلم وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق بجواب بيت ويلسر مروفي مال جالك شرينا بس وكره بالعالمين وصف بصرمانه كي كاتشوا مولدا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه خوي تعالى بشتن حاجه كات بخو بس غير يخو سرخو تفضيل كات ودتوي هروسا هكا مسح كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم قالك بحث مال يا كري ودوري مالي كومروف دي في مالي تشوب كارينتن ودي تشو نفقينتن رب العالمين دمايكا صوره منافقون داشت بشتن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب بو يعني نفقين بري مرم جهته هو بجاه كتب مرم جهشت دي إك شوى غازيكت خاصة زنجين دي شو غازيكت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق دي صدق إذا بجاه حطو فيقو فيتول كيف أبو أكي فهم بس حسنا قدي صدقه كان يجيب دام يا رسول الله بسيار جكر قد أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تحب الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغتها هنا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان داس خوش سيدة يعني أبخو خذت على التقسيم كيف بشتي مراتها بجدتو بخو فريكا باري غصب من الهيوية كي بالي داس تدخش سيدة مالطا هيفا رمضان بيروزا وام تدا كاجنين المالخه هيفا رمضان پتر تشتون اكري هندك دكاندار هندك تاجر فرصه كي بخو استقلال كان بوب دز و اينان مال يعني خود تدا گلك زنگين كان تو چت بي جهكت ويري مثلا نسبك كم ارزان تليكت مون هيفا رمضان هيفا خير و خيرات ما او بنا بيد اجر خير دون بس ي زيده ددت زكات ددت بله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد و بعد سيد السبرات بسيارة مسألة مالية خاصة رمضان رمضان يعني هيفا رحمية هيفا دلوانية مثلا بدر خيرا مروف محاولب كت بازرگانيا خو قل خودي بكتن خاصة هيفا رمضان دا يعني بس بلا مالا جاود ما كورا بكت دلي ما بكورا كتن چوكي هيفا هوري كورية مروف ساكتا بصرمانا خاصة مزگفتي دي بينيتن چونكي دي تراويحو چيه دي نويجي دي چيه دي بيني دي بسيار كي وخاصة ملتي مي كرجي يعني زكاتو خود كانت رمضان دو اذا زكاتة رمضان دو يعني لازم ليب جاريتن يعني غالك جارا اكا ما يقولي بوجي يعني مثلا زنجيني نوبي فقيري يعني فسان زكات الموبايل اوي دو بو دو نروكتن مثلا اف صالة دو اي صالة قدينو داتي مع العلم يعني أبا ما وديتي نبيسون الزكاة إبو يعني حتى في درجة جي استهتاري واستهزاء مولي خدي قدم أز بيرون تندي مما با يعني مثلا وقت بيهو مصر وصام بيجي ما نقص من مالي صدقة يعني قال لجي بيجي سيدة مو چو صدقي دايو كيم جي نوبيتن أم بيجي نوبي كي دوري كي دي بي دوري هيني خري دي چيكاي دي قصيني دي بري چنو هيلي دي جورا قدي هيلي قلم با بيشتي فترة كي سحكي جورا قدي شوق وخدو وبرهم بي فهوت يا رب العالمين إلا دي بمرو بي مضاعف حسيب كتن چونك مولا يعني وكي علماء بحسي موليد كان وعلمي جد كان هندي كان مولا يعني تم محتاج هندي عندك قبين دو حرسيوي مولي بكت بس هندي علم أو دي حرسيو مرو بي كان هندي مولا مثلا بري مرو بي دائما دوتا مروف طغيان بيتو مروف خمازن بكاتو تكبر بكات بس هنديك علم بني خوده بني مروف ده تواضعي وتقوية وخشوعي وحتى دموية بجو أن بيجنا خلقي خو بيغمبر صلى الله عليه وسلم سال بيجي يعني تواجرت خو بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشا كسي كيلو چو هاي كي بوزرگان يخوف مجيلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم قد يا معشر التجار قد يا قال التاجر قد انكم يوم القيامه تبعثون فجارا قد هنا هنورتن رجع قيامته كنا معشر فجر
إلا أو تنبيت إيمان بينيت يا راستي بيش بيتن يا هدي كوريا عالم جب كتن أو مثلا بيوم صلى الله عليه وسلم بيجيتن رحم رب العالم رحمي يمر في بابتن أو مر في وقت تفرشيتن يمسوا محبتن ويم يروس بيش بيتن وجام بيجني يعني أفاجي فرصة هوايا اعتمال خيرات جل مظن بيتن يعني توت أفريقيا في رمضان الاستغلال بكي هوري كوريا خالكي بكي نتوش ومروفا بي وكي رجع قيامتي رب العالمين إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني بتا فتنة وجي هندي مول مروفي جي بيشتي مروفي جي وجي مرنو مروفي جي عيوان مروفي ليب كبدو إيقو دو بوكو جن سروي مولي يعني بيجن أفا رمضان ومدرسة هندية مدرسة شبوش بينا مدرسة چونکی مروف ونات خیلی مروف بخو عبرات آد گید و جا امجی ایکیش ونیون عبرات آوا مروف رمضان نشان مروفی داتن یعنی برفرهی و سینگی مروفی بخلکی و مالی خو مروف ابدت خلکی و هاری کاری و خلکی بکتن دست خوش بله بینر نجا به هنودان اکا کرد و ده وگر نفه کارگاه شیرین‌آهیت مردین به هاتنا هیوا رمضان و پیروز کارگاه شیرین‌آهیت مردین ده خوشترین و بطامترین شیرین‌آهیا پیشکشی وکد بقلاوا عنتابه یا رسن بقلاوا شکره بو نخوشن شکره کنافا پنیری و یا فستقه قدایفین مردینه کیک ال دیف ده خزاته ادگل چندین شیرین‌آهین طام و آماده این بو هلکفت و نشانی آب شوه که جوان و بریک و بیک دهوک تا خیرازا نیزیک آماده یا سفین یا کچان تلفون 0705-458-1033 0705-459-8531 بله بینار انهجا ده دست بکنی پناوه خوده ما مستا بابت یه دیاره تا چه هیا بیجی؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برد من الحمد لله قلت أشجوتا بس شكي مهم يهم أن بزانين أبو برد ما يتزنجين ويتفقير هردوكا الضابط الفيري تشكي مهمة هاي أو تشتا قناعاته شخصا كدي بيني مثلا تشد بيتا فيليت هين تشد بيتا نوبشتا بلوكي باري دفت باري يعني بلوكي باري نوبشتا باري نكو هنديت كيما دي بيني شخصه كي بس دي سكي ادليبي راح يشد بيتيات 10 دولار هذا دي بيني مثلا شخصه كي هي مقابلي في تشاندي دي بيني فقيره هجاره يدخل كي في الغندكي شد بيت النكار بونا او تشكي يعني حتى قدام زونيه شويه بس دي بيني دليبي هندي برفرها ما شاء الله هندي مرده حتى دي ما هيك اش بلندي بيغمبر صوت شد بيجتن بيجتن لكل امه فتنه وفتنه امتي المال بیشتر امتا که فتنه که یا چود ناف دو پی چونه هیلا که امتا من هکر پی سر دا بچن و پی ابتلا بن ماله یعنی اشتی براد ما گوتی یعنی مال گلت شخص دا میده مزگفته ی فقیر بو زنگین بو هیدی 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 الکیمه دا نویز بجامعات سست کرن خیر و خیرات کیم کرن اش برندی پیغمبر صلی الله علیه و آله بیشتن بیشتن باشترین پارکیش که أو الدستي مروفة شاك دابيتا نعم المال الصالح للرجل في أفياد الرجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش بنا دي ضابطة مال فيري تشتشا إنسان قناعاتها بيتا دي تجارتك دي خسارات بي دي فايدة بيت سكع عثماني كور عفاني رضي الله عنه كان جرى الشرط بيغمبري صلى الله عليه وسلم همي خزمات خربيت كر أنواع وأشكالات خزمات مجهودة وخربوشيت كر مثلا سكع طلحي صحابي بيغمبري صلى الله عليه وسلم قال لك تاجر بونو بل مع العلم شو بونجي وقت بونك دابا رزاي كيبون يعني مروي بصمة قناعتها بيتا وجارك دي جي افت يعني رمضان وهيفا خير وخيرات انا قالوا قوي زنجين تولهات سيدو دي بيجي سيدو يعني مثلا فرانكاس حاجي امام فرانكاس والله كيوت يعني كمان حول مثلا في بوكو من نص بيجا كوني تشوا كفر كان كمان كادي جي بارك مالنا اي باشا اس مالاي مزقفت ما افيل نك مدير رقم اذا مفتت وقال بابا وخلاص شو نا جاش نقعد بتاع محكمه ومع روسه مثلا شي بيد قالك اف باوريا شنو فنك فقيره جراكلي بس افهم رغب بسرمان بسرمان الزنجين بتاع تشوفي الهند نبيتا رمضان بلاد ستيت برداي بيتا افريكا خير وخيرات مصن شي كي تنظن ان شاء الله بدك هي رمضان اذا قلنا بلا دسوش ما مستوى مال علي نعم بسيارة كيب كردة جارة كودي ما مستوى تا چند دفتر دلاری هنه؟ بار بکه معنویان اکوان بجین
ما سنجي خدا قلقت هين شكون يعني زنجين يعني البر مقياس افا القناعه كنز لا يفنى مروف بلا بيتشك هبيتن بس يبقى قانع بيتن بله سيدو بسيار اكي هي احتمال سيدو بحثي قدي بلوك هاي ما حدا دفتر اقوله بوي جنازة بلوك پاشوید مرون کرد بله بله مگو بلکی تدید بیجی بله بله سیدا قرآن بجید لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون که برعا که یعنی گل مال هی ای که محتاجه یعنی محتاجی 500 زاره دو چید احتمال تکس اگه گیری 10 زاره که چتا مالاوی بزوری چکو چوهیلی دی گل اکی داده دی 25 زاره داده پیواته بوانا چه یعنی چند وقفنا تقول يا الله تعالى وقت بيجي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني هي قنجي وصرف رزيل دفق دينام حتى هم يدنا خدي يه هو بخود فيت مقصد في الأشياء يعني كذا شيء بخود فيت وكي بقى مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه دقيقة ما عايشة مثال أقول فيهم دقيقة ما عايشة وقت الصداقات دان بيجي نقول أني بيبارا يذكر بس يرجع تكلم قلت تبوا شو تكلم قلت أظنهم صداقهم كفت الدست خدي تعالى ده بري فقيري ودب خدان كت بجرب العالمين شد بيجبو بيشاند بيشتن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي لنا جرى فوريتا يشخره بخير تر بقيمة تر يدريا هم يليك ده بصدقي نا لب جرى يشخره تبخود فيتن اويكم كده ده خده باشترين وقت اف آياتات يخاره صحابيه كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلكي نوي برايك شبابتن ابا الدحداح هاد قلت يا رسول الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قلت يا رسول الله رب العالمين هود بيشتهى ديناش ما تخلف كده قلت بالي قلت من رزق قصبه هي شصت بني نافدا من دا خدي تعالى إنه قلت ربح البيع أنا جي بيعمل صنم حتى كده قلت كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة اینا چو اکثر گازیش اینجا خو کرد ناف دبون او علیش بزرگ گازی کرد گویی امت دحداح پیل نبود آه گوش ناف در کهون من فروت خودی، جنگاوی گوته باشترین کار اتال گل خودی کری نه گوته تا بوش تعلیه را برد گل اگر دانه کردی نه اینا اینا برد در گهی او قصب بری کاری اینا نداره. یعنی تجارت گل خودی تعلیه لازم و هو صبر لنت نال البر حتی تنفیق مما تحب. دست خوش. سیدا هکر تو مرو وکی زنگین بی. تدی پاره خود چه دا صرف کی و تا پی خوشبونمونه. سلطان الله خودت حالا شفای با خرافت رکت. یعنی هندکی جحیل تن پیش نو بیشنه بینن یا هنده که کری دار تا چه پروژه چش وانا تا پی خوشم تو سکید اولا دمروف سحکتا مقدار پارخو کانه چه پیت قطیت یعنی هی خودت علا هند بردستی وی فره کدید چید وان محتاجی همیا پیت قطینید ثانیا ده سحکتا او فقیر و او محتاجی دور بریتوی هین چش همیا مهم تره چش همیا اولاد تره مثلا مجتمع کی گل کری داریت دا دي شو ده توان خدا عمارة كشكة بلى عمارة كشكة وانا كده دفع بيت كريدار مقاضبة محت يعني مجتمع كي خالتي نافذة هنا كرند مشانة مثلا شلا أخلاقي وأوى دي محاولة كتن أفون جحيلة بيجن حس كان جنبين حزل سر هاي بيش هنا بيتن دي الفيش هني ده صار كت ويجا فيجي أو خيروي بيشك وقت بوتشت أو لا تدا داب شيء يعني إنك تو نازوزاني شيء هاي بس تبهر احتمالا واتشد تهافنزي تو داد آب چه؟ با خود اونید لا و آب دادم اوان خول تینه وکرم با قرآنی دست خوش صحت خوش یعنی که وقف بوی سامه سیدا ملاتار همان بسیار هکرتا دا پاره مشل برده سیدا بید بله سیدا دا که چه تشتیران؟ سید راستی مروف سکت که وقتی ما که چه محتاجه مثلا میکرد چه محتاجه صحیح مثلا و فعلا یعنی مثلا بگو به ایکی ایشو گران لی بیتن یعنی ایشو گران لازم وقتی به رب العالمی بیتن او کسی که توی نفسی یعنی مثلا تو ساخت که هچکو تخالی خیر ساخت کری بجو میو شمیو باشتر او مروف اینکی انقاض بکتن شمرنی مثلا نساخی ها شوی ایشو بله ایشو گران بجو مثلا چه تبرعات مثلا تا مستشفى اوفا گيروان مثلا چا تا نجدرش خورش اينان اون تا چه درمان كري المهم اوش هميو بوشتره يعني مروف بگتن خلقه كي افروكا انقاض كتنش مرنه چونك خاصة بچه كي يعني چه زن بخواه بچه كي مثلا مروف ساعت كتا افروكا محتاج هنده مروفی بچه كي انقاض كس دست خوش امام مستر اگر تا ماركت اكا مازان هبید بله تو دي چه سر دريل گل خلقه كي دو رمضان ده مروف در سرکت سیده اولی که در مروف سرکت دورو برد جیرانت مارکیت
يعني جرد ماركت أبد محتاج بتيبتي خزانة بيشمرجا بيشمرجا جي بتيبتي أبد أبد هاد نيا كوشن خطالة شهادة وقبيل كات يا ربي مروف ديش فود أسبيك كش هو باش ترنيه مثلا مزقفتا كولنزي كي مروفي مروف دي محولي كتن وقت فطارة وقت مناسبات أبو مزقفتا فرق كتن بس بتيبتي مجال جسر مزقفتا جي قوتي السرمي برا أم خزانة شهيدة جبير ناكين أنجي مثلا دي حالة تهين مروف دينتي كي جيد بوينة جالك هر مثلا دجا چه خزانكا يا هجار بيتن يا جي خزانكا شهيدة كي بيتن مروف هماشن خوش جيب باتن بيشتي خدان خيره كي حق هوا دا بلا مروف خونه بيجي جي ما شاء الله چه شهنده باشترنين اوكي پیغمبر اساسا مگوتي اوه كشوانا ترجع قيمت البنسي برا عرش رب العالمين وقت قوتي دست راس خيرت كات دست چاپ هاجنين يعني هند هند اخلاصت كاتن ويجا ويجا اكشي بيشان دي بيقول مثلا بخد كتا الرياء ومدحة وكتا منات يعني بيش بل هندي اكار اشتاكم بيقى بخد المركب ما بزدوها كم راستي وابقى زيامنا لجابت بو شهدادان يعني دروجة كتا هبت ام همي دي قصاريك بيجا سيدا بيقى المركب منينة ازي بيجا برايت خوي هفت خدا المركب كان اكيد ماجي بي افابو دست خوش ما مستا بلي دو ماهي دي بيشين هر دنيا عمتن رب العالمين مولا كيب داتا مروفي مرو بخوب كتا وسيلة بيبچيتات بحشت دا فقیری جی امش بیر نکن پیغمبر خدا صلوات خدا سبن با مدیار کریا که 500 سالا دی برا یه زنگین چیتت به حشت دا چون که حساب آیدی گله که وقتی سیدا کرم کری که دی دینار دینار شکی و اینو چدا صرف کریا دعاش خدا دعالت یا رب العالمی فقیرت ما زنگین کت و زنگینت ما ولب کت اف مالا هنه بیتا رکک وسیلک پال درک پیب چیتت به حشت دا و حتی خلک کدی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اف برنامه به سپانسری کارگاه و شیرین‌نهایت مردین هاته پیشکش کردن.